بكم إخواني في الله، اليوم سوف نقدم لكم كتاب قوة الفكر وتأثيره على أحاسيسك وسلوكك ونتائجك وواقع حياتك للدكتور إبراهيم فقي. انتظرونا أصدقائي حتى نوريك هذا الشيء. نبدأ على بركة الله. قوة الفكر للكاتب والمحاضر العالمي إبراهيم فقي. خوش مقدمة. كما كتعرفوا الدكتور إبراهيم فقي لا داعي للتعريف به، وانتم السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم فقي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركاء إبراهيم فقي العالمية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز الكندي للقوة الطاقة البشرية CTCPIHE، والمركز الكندي للتنويم بالإيحاء CTSCH، والمركز الكندي للتنمية البشرية CTCHD، والمركز الكندي للبرمجة اللغوية العصبية CTCNLP، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كيبوس CES، وإلى غير ذلك كما كتشوفوا معنا أخوتي. مهم نمشي للمقدمة نقرأوها. أنتم أخوتي كنتم قدامكم كما كتشوفوا. قوة الفكر: كرامة الإنسان تتكمن في فكره. باسكال. كرامة الإنسان تكمن في فكره، يعني الكرامة كاينة في الفكر ديالك. في كتابه خواطر كتب فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي: إن الفكر هو قياس الذي يميز فيه الإنسان البدائل ويختار ما يراه أحسن لسعادته أو وحفظ لمستقبله ومستقبل أسرته. وفي كتابه ما يفكر فيه الإنسان يصبح كتب جيمس آلن: بواسطة الفكر يستطيع الإنسان أن يقيم اختياراته. يعني الفكر هو اللي غيحدد لك الاختيارات ديالك. وفي علم النفس الاجتماعي عرف العلماء الفكر على أنه من أهم الأشياء التي تميز الإنسان عن الحيوان أو النبات أو الجماد. بواسطته يستطيع الإنسان أن يقيم بين ما هو مفيد أو غير مفيد، وما هو حلال أو حرام، وما هو إيجابي أو سلبي، وبذلك يستطيع أن يختار ما يناسبه من أشياء ويكون مسؤولا لا عن اختياراته. وفي كتابي قوة التحكم في الذات، وفي كتابي قوة التحكم في الكتاب ديال إبراهيم فقي، كاين كتاب آخر أخوتي كتبته عن حكمة قرأتها في الفلسفة الهندية القديمة تقول: أنت اليوم حيث أتت أفكارك وستكون غدا حيث تأخذك أفكارك. يعني أخوتي أفكار ديالك هي اللي كديك أنت فاش كتفكر غتمشي. يعني إلا فكرتي في السعادة غتجيك السعادة، إلا فكرتي في الحزن غيجيك الحزن. يعني أنت الأفكار ديالك هما اللي كيديوك الطريق اللي بغيتي. وفي ذلك حقيقة، فلكي يحدث الإحساس أو الصفحة الخوش.
ما كتشوف معايا اخو داكشي حصري ما كاينش. سلوك يجب ان يبدا بالفكر. السلوك يجب ان يبدا بالفكر، يعني اي حاجه خاصك تكون باغي ديرها ولا اي حاجه في السلوكيات ديالك خاصك تفكر قبل ما دير اي حاجه. المهم اخويا حنا راه داكشي اللي كنفهموه كنبارطاجيوه معاكم. المهم خلوا لينا الراي ديالكم في الكومونتير، شي حاجه ما فهمناهاش شي ملاحظه نتعاونوا بيناتنا وصافي. والفكر هو جذور كل سلوكياتنا وأيضا نتائجنا، وهو السبب في حالتنا النفسية والعضوية وصورتنا الذاتية وتقديرنا الذاتي. فلاش كما كتشوفو نكملو معاكم فيديو، قالينا واحد البروبليم. المهم نكملو الفيديو دابا كما كتشوفو. قالك السلوك يجب ان يبدا بالفكر، فالفكر هو جذور كل سلوكياتنا وايضا نتائجنا، وهو السبب في حالتنا النفسيه والعضويه وصورتنا الذاتيه وتقديرنا الذاتي، وايضا في الثقه في النفس او عدمها. يعني هاد الفقرة داكشي اللي فهمت فيها الخوت، انك الا كنتي كتحترم راسك، ان الفكر الا كنتي كتفكر انك تحترم راسك في الداخل ديالك، غير احترموك الاخرين بغير شعور، بغير يعني فهمتي، يعني احترام الناس ليك كيجي من احترام الذات ديالك. وفي خلال أبحاثي وقراءتي وجدت معلومة أثارت انتباهي في كتاب ألداين فاكتور، كتبه جاك كامفليد ومارك فينسيون هانسون، وهي أن الإنسان يستقبل أكثر من 20,000 معلومة، 20,000 فكرة يوميا. كل ما تحتاجه هذه الكمية الهائلة من الأفكار هو اتجاه، فلو كان اتجاه سلبيا أخذ معك ملفات وأفكار من مخازن الذاكرة تعادل 20,000 فكرة من نفس نوعها، ولو كان إيجابيا أخذ معك نفس العدد من ملفات وأفكار إيجابية من مخازن ذاكرة من نفس نوعها. ووجدت في بحث الكلية الطب في سان فرانسيسكو عام 1987 أن أكثر من 80% من أفكار الإنسان سلبية تعمل ضده، يعني الأفكار السلبية كتعمل ضدك يعني، وهذا يدعم ما نعرفه عن النفس، وأنها أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء. ولو قمنا بإجراء حسبة بسيطة وأخذنا نسبة 80 من 60,000 فكرة، نجد أن محصولنا اليومي من أفكارنا هو 48,000 فكرة سلبية، كل منها تسبب أحاسيس وسلوكا وأمراض نفسية وأيضا عضوية. ألا يستحق ذلك منا أن نكون حريصين على كل الحرص قبل أن نضع أي فكرة في ذهننا؟ والآن دعني أسألك، لو أحسست بالجوع ووجدت أمامك 3 خيارات، الأول الطعام، شوف الخيار الثاني، من بيت العائلة، والثاني
والثاني من فندق خمس نجوم والثالث من سلة المهملات، فماذا يكون اختيارك؟ كلما سألت هذا السؤال في أمسياتي ودوراتي حول العالم لم أجد من قال والله أنا أفضل أكل القمامة، بل على العكس اختار البعض طعام البيت واختار البعض الآخر طعاما من الفنادق من الفندق. لماذا؟ لأن كل منهما منا حريص على حياته، فلن يختار أي شيء يؤثر على بقائه أو على حياته، أليس كذلك؟ لو كان ذلك فعلا صحيحا، ولو كان الإنسان حريصا ألا يضع في جسمه شيئا يؤذيه، فلماذا إذن يضع في ذهنه أفكارا قد تؤثر على كل أركان حياته بما في ذلك صحته النفسية والجسمانية؟ لماذا يضع في ذهنه عذرا فكريا من سلة المهملات ويرجع ذلك إلى البرمجة السابقة التي تبرمجنا بها من الوالدين ثم من المحيط العائلي ثم من المحيط الاجتماعي ثم من المدرسة ثم من الأصدقاء ثم وسائل الإعلام؟ وبذلك لم يكن لنا في الحقيقة اختيار لأسلوب تفكيرنا ولا برمجتنا. لذلك أظن أن الوقت قد حان كي نختار أفكارنا، كما اختار الطعام الذي نأكله والثياب التي نلبسها، ولكي يحدث ذلك يجب أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم نبدأ بمعرفة كل ما نستطيع أن نعرفه من الأفكار وقوتها. الآن المعرفة قوة، وقد فرق الله عز وجل بين الدين بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك سنبدأ معا إن شاء الله رحلتنا بقوة الفكر. قوة الفكر، الفكر له برمجة راسخة. الفكر يصنع ملفات العقل، الفكر يصنع استراتيجيات عقلية، الفكر يؤثر على الدين، الفكر يؤثر على الجسد، الفكر يؤثر على الأحاسيس، الفكر يؤثر على السلوك، الفكر يؤثر على الإنتاج، الفكر يؤثر على الصورة. هنا خوش كان الخوش، يعني الفكر يؤثر على التقدير الذاتي، الفكر يؤثر على الثقة في النفس، الفكر يؤثر على الحالة النفسية، الفكر يؤثر على الحالة الصحية، الفكر يتخطى الزمان، الفكر لا يعرف المسافات، الفكر لا يعرف الوقت، الفكر يرفع أو يخفض الطاقة، الفكر يولد العادات، الفكر والتسلل الديني، الفكر والتأثيرات على قوانين العقل الباطن. مهم أخوت، حنا غنكملوا الفقرة باش نعرفوا شنو كيقصد. مهم كنبداو بالفكر له برمجة راسخة اللي لقيناها هنايا الخوت، هو غيشرحها لينا هنايا وغنعرفوا شنو كيعني بها. الفكر له برمجة راسخة، الوالدان، العائلة، المجتمع، المدرسة، الذات، الإعلام، الأصدقاء، دوني كتجينا ديك الذاكرة ديال الفكر، البرمجة. مع أن الفكر قد يكون بسيطا ولا يستغرق من الوقت أكثر من لحظات، إلا أن له برمجة راسخة مكتسبة من سبعة مصادر مختلفة جعلت منه قوة راسخة ومرجعا للعقل يستخدمه الإنسان داخليا وخارجيا. وهذه المصادر سبعة، وهي الوالدان، العائلة، المجتمع، المدرسة، الذات، الإعلام، الأصدقاء، كما قلنا لكم أخوت. أهما هنا يا أخوت غيشرح لنا كل حاجة بوحدة. أهما الوالدان،
أول برمجة، الوالدان أول برمجة اكتسبناها في حياتنا كانت من الأب والأم، وقد قالت في ذلك الملكة إليزابيث الثانية: لقد تعلمت كما يتعلم القرد من مشاهدة الأم والأب وتقليدهم تماما. تعلمنا من الوالدين الكلمات ومعناها وتعبيرات الوجه وتحركات الجسم ومعنى الأحاسيس والسلوكيات والقيم والاعتقادات الدينية والمبادئ والمثل العليا، ولأنها أول برمجة لنا في هذا العالم ومن أهم الأشخاص لنا أصبحت برمجة راسخة ومراجعا أساسيا في العمل مع أنفسنا أو مع العالم الخارجي. كنجيو الخوت العامل الثاني، المحيط العائلي. بعد الوالدين لاحظنا أن هناك عالما آخر وهو المحيط العائلي، سواء كان من الإخوة والأخوات أو من الجدة والجد أو من العم والخال ومن أولادهم. وهنا يرتبط العقل المعلومات التي يلتقيها من المحيط العائلي بما تبرمجه من قبل، ذلك أصبحت البرمجة أقوى من دي قبل. المحيط الاجتماعي العامل الثالث، المحيط الاجتماعي، سواء كان ذلك من الجيران أو من البقال أو سائق التاكسي أو سيارة المدرسة أو الأوتوبيس أو ما يقول الناس في المحيط الاجتماعي الذي نعيش فيه، ويستمر العقل بربط المعلومات التي يتلقاها من أي مصدر خارجي إلى أساس البرمجة المخزنة في العقل اللاواعي، وبذلك تزداد برمجة القوة. العامل الرابع، المدرسة. المدرسة أسلوب المدرسين والمسؤولين بها من كلمات وتعبيرات وأخلاق وسلوكيات وفعل، بسبب أن المدرسة مؤثر قوي في برمجتنا التعليمية، كان من السهل أن نأخذ بعض هذه السلوكيات سواء كانت سلبية أو إيجابية ونضيفها على برمجتنا السابقة، فأصبحت راسخة بقوة في العقل الباطن. خامسا، الأصدقاء. هذا مصدر يعتبر من أخطر مصادر برمجتنا بعد الوالدين. يعتبر الأصدقاء هم أول إنجاز شخصي في حياتنا، لأن اختيار كان من أنفسنا بدون أي تأثير من الوالدين، وأيضا الشعور بالاستقلال والتقبل الاجتماعي. فمن الممكن أن نتعلم سلوكيات سلبية مثل التدخين أو المخدرات أو الكحول أو الهروب من المدرسة أو العادات السيئة من شتى الأنواع، ثم أثر ذلك على برمجتنا الأساسية، وبذلك أصبحت البرمجة لها معاني متنوعة وملفات مختلفة في مخازن الذاكرة. أما العامل السادس، وسائل الإعلام. إن معظم الشباب يشاهدون التلفاز لفترات طويلة قد تصل إلى 50 ساعة في الأسبوع الواحد، لذلك فهو يؤثر بأحداثه سواء كان سلبيا أو إيجابيا. فلو وجد الشاب أو الشابة ممثله المفضل أو مغنيه المفضل يدخن، فمن الممكن أن يتأثر به ويدخن هو الآخر. وقد قال الدكتور واين داير
في برنامجه التلفزيوني هناك حل روحاني لكل مشكلة. إن الطفل العادي قبل أن يصل إلى الثاني عشر قد شاهد ما يعادل 12,000 جريمة قتل في برامج والأفلام على الشاشة، مما أدى إلى أن واحدا من كل 12 من الأطفال تحت 12 يمتلك مسدسا. وقد أكد معهد الأبحاث النفسي والفيزيولوجي في نيوزيلاند أن أكثر من 20% من حالات الاكتئاب يرجع السبب فيها إلى وسائل الإعلام التي تركز على السلبيات والصعوبات والحروب والجنس وضياع القيم. ونرى أن موجة الفضائيات والتركيز على الأخبار السلبية والأغاني الخالية التي لا تمت إلى قيمنا بأية صلة منتشرة وتزداد انتشارا في عالمنا وتؤثر في أخلاقيات شبابنا بعمق، وهذا المؤثر خطير. يضيف الناس على برمجتهم فتصبح أقوى وأعمق من ذي قبل. أما المصدر الثامن أو السابع، السابع عفوا، المصدر السابع لبرمجتنا الذاتية هو أنفسنا. فبعد كل هذه البرمجة السابقة التي أجبرتنا بها من العالم الخارجي، وأصبح عندنا قيم واعتقادات ومبادئ راسخة، أصبح عندنا قدرة على إضافة سلوكيات جديدة من الممكن أن تكون سلبية أو إيجابية، ويربطها العقل بمعلومات سابقة، فتصبح برمجتنا راسخة وعميقة، ويصبح لدينا تفكير عصبي واعتقادات، والعقل بمعلومات سابقة، فتصبح لدينا برمجة راسخة وعمق وتفكير عصبي وعادات نقابل بها العالم الخارجي، وتكون سبب في نجاحنا أو فشلنا، في سعادتنا أو تسعاستنا. كما كتعرفوا أخوش، ويمكن غادي كما تلاحظ، فالفكرة قد تكون بسيطة وقد تبدو ضعيفة، ولكنها في الحقيقة أعمق وأقوى مما تتخيل، وتسبب لنا الإدراك والمعنى والقيم والاعتقادات والمبادئ. والفكرة هي في البداية أهداف وأحلام، وهي مرجع العقل في التجارب والخبرات، والمعنى الأشياء وكيفية ربط السعادة والألم في حياتنا. والفكرة قد تكون السبب في الأمراض النفسية وأيضا الأمراض العضوية. والفكرة سعادة تسبب الإحساس بالسعادة، والفكرة ألم تسبب الإحساس بالألم، وفكرة خوف تسبب الخوف، وفكرة شجاعة تسبب الشجاعة. وقد قال سقراط أن الفكرة بالفكر يستطيع الإنسان أن يجعل عالمه من الورود أو من الشوك. يعني الخوج على حسب داكشي اللي فهمت، أن داكشي اللي كما قلت لكم قبيلة، أن الفكرة اللي كتفكر فيها أنت سواء كانت سلبية سواء كانت إيجابية، إلا كانت سلبية غتخلي حياتك إيجابية، لكن كنتي كتفكر في حاجة إيجابية غتخلي ديما حياتك إيجابية، وداكشي اللي كدير أنت ديما غيكون إيجابي. لكن انتي ديما التفكير ديالك فيها السلبيات غتبقى ديما مركز على ما هو سلبي. وهادشي اللي فهمنا لحد الان الخوت، اللي عنده شي انتقاد ولا شي حاجه حط لنا في كومونتير. الفكره ليست لها حدود ولا تؤثر بالوقت ولا تتاثر بالوقت ولا المسافات ولا الاماكن. الفكره عندها القدره على ان تظهر في الصباح او المساء او الظهر، مهما كانت حالة الطقس أو البلد. الفكرة هي سبب سلوكياتنا
وتصرفاتنا أيضا ونتائجنا. والفكرة قد تكون روحانيا أو لا وبالفكرة قد تكون روحانيا أو لا قد تتبنى أسلوب حياة صحية أم لا، أن تكون أبا رائع أو أما أو أما رائعا أو لا، أن تكون عاملا أو موظفا أو مديرا ممتازا أو لا، أن تخطط لأهدافك وتحقيقها وأن تدخل إلى دوامة من الأحاسيس السلبية حتى تصاب بالإحباط. وقد قال عنها بلاتو: أجداد كل سلوكياتنا هي فكرة وبها نتقدم وبها نتأخر. أجداد كل سلوكياتنا هي فكرة وبها نتقدم وبها نتأخر وبها نسعد وبها نشقى. الحقيقة فأنت وأنا وكل إنسان على وجه الأرض وصلنا إلى ما قد وصلنا إليه اليوم بسبب أفكار الأمس، ونصل إلى ما نصل إليه غدا بسبب أفكار اليوم. وقد قال لي أحد العلماء الذين تتلمذت على أيديهم: إبراهيم، لو أردت أن تكون ناجحا فمارس النجاح، فكر كالناجحين، وإن أردت أن تكون سعيدا فمارس السعادة وفكر كالسعداء، وتذكر أن أفكارك هي صنعك أنت، فاقبل أن تكون فكرة في ذهنك، قيمها، وإن كانت لها فائدة إيجابية تبناها وضعها في فعل، وكن ملتزما ومرنا. أكون ملتزما ومرنا. ومن جولاتي حول العالم والتدريب أكثر من 100,000 شخص سنويا بفضل الله سبحانه وتعالى، ازداد يقينا بأن نتائج الإنسان سببها أفكاره المتكررة التي يربطها بأحاسيسه حتى تصبح اعتقادا وعادة، ويتصرف بها تلقائيا بدون تفكير، وتكون السبب في فشله أو نجاحه وسعادته أو تعاسته. حتى في عالم الرياضة تجد لاعب التنس الشهير أندري أجاسي الذي كان مصنفا من ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، يخسر من الناشئين الذين يفتقدون إلى الخبرة، ونصحه الخبراء أن الوقت قد حان لكي يعتزل لأنه تجاوز 30 ولم يستطع بأي حال من الأحوال أن ينتصر على الشباب الجديد المملوء بالحماس والنشاط والحيوية. وقد قال له أحد أصدقائه: لكي تحفظ كرامتك وتترك ذكريات إيجابية في ذهن جمهورك يجب عليك أن تعتزل. وكان أندري يتألم من هذا الكلام الذي يعتبر منطقيا، وسمع صوتا داخليا يقول له: لا تنصت لهراء الناس، فكل منهم يتكلم من وجهة نظره. وهو حاول مرة أخرى، ولكن غير من أسلوبك وأفكارك. وبالفعل
بدأ أندريه من الجديد، أخذ فترة يبتعد عليها من عن الجميع لكي يفكر في هدوء ويخطط لمستقبله. وبعد مرور شهر قرر أندريه أن يشترك في البطولة الدولية حتى آخر يوم في عمره، وعين خبيرا في التنمية البشرية وخبيرا في الرياضة النفسية، واكتشف الجميع سر وراء خسارة أندريه المتكررة، وهي أفكاره واعتقاده الشخصي. فكانت أفكاره الداخلية كلها سلبية وتدور حول السن والضعف وعدم القدرة على الانتصار، وأيضا كان اعتقادا سلبيا، فكان مؤثرا كبيرا على إحساسه وسلوكياته. فكان يبدأ البطولة وهو معتقد داخليا أنه لن ينتصر، فكانت النتيجة من نفس نوع أفكاره واعتقاده. وبدأ التدريب وكان أولا داخليا، وذلك بأسلوب يسمى التخيل الابتكاري. فكان يتدرب ساعات طويلة على ذلك حتى تحول اعتقاده إلى النصر، وأصبحت أفكاره إيجابية. ومع التدريب النفسي الجسماني والفني أصبح مرة أخرى مصنفا من أفضل 10 لاعبين في العالم، بل وأصبح موضوع احترام وحديث الناس، لأنه استطاع أن ينتصر على نفسه رغم المؤثرات الداخلية والخارجية. يعني الخوت اللي غنفهمو هنا، لأن أول انتصار خاصك تنتصر عليه هو خاصك تنتصر على النفس ديالك وتنتصر على الأفكار ديالك. لأنك واخا انت كما كنشوفو هاد اللاعب هذا ديال التنس، قالك أنه كان كيوجد، ولكن ملي كان كيدخل المباراة أنه كيفكر في الأفكار السلبية، أنه كبير في العمر، أنه بحال ما تدربش مزيان، أنه بحال كيقول راسو أنا كنخسر قبل، وجاي على أساس أنه غيخسر واخا مدرب مزيان. مني مشى بدا كيتدرب وعاود كلشي من جديد، فرمط راسو كما كنقولو، فرمط راسو على الروح الانتصارية، عاود ولا من الأوائل. علاش؟ هادشي حيت انتصر على النفس ديالو وعلى الأفكار ديالو. المهم هذه هي الفكرة اللي فهمناها في هذه الفقرة. الفكر يصنع ملفات الذاكرة في العقل. عندما يولد الطفل فهو يأتي للدنيا نقيا تماما، وكل ملفات عقله روحانية ونقية، ولا يوجد عنده أي إدراك لأي معنى ولا لأي لغة، ولا يدري ما يجري حوله. هذه راكينا أخوتي كنا في الدين، أن الإنسان كيتولد على الفطرة، فطرة الإسلام. يعني واخا حنا ما كيدوش على الإسلام، يعني الإنسان كيتولد على واحد الفطرة صفحة بيضاء، ولا يجري من حوله. ثم يبدأ الوالدان في التكلم معه بتغيرات وجهه وتحرك الجسم والتكرار، حتى يبدأ الطفل في النطق. ويمر الوقت ويكبر الطفل ويتكون عنده إدراك بسيط المعنى ما يحدث حوله، وهذا الإدراك يعطيه معنى لما فهمه، ولغة معينة تمثل هذا المعنى. وهنا يبدأ العقل في فتح ملفات ذهنية لهذا المعنى وكلمات إدراك الطفل معنى آخر للغة، يتكون عنده ملف خاص بهذا المعنى، وكل ملف خاص بإدراك ومعنى محدد. فكلما قابل الطفل تجربة من نفس المعنى وكلما قابل أخوتي بحال أنا شكون ركزو واحد شوية فكلما خاص الموضوع ملف الحب، فكلما وجد الطفل أي شيء فيه معنى الحب يخزنه العقل في ملف الحب، ولو كان هناك ملف للغضب يخزن العقل أي تجربة غضب تمر على حياة الطفل.
في هذا الملف، ويستمر العقل في ملفات بفتح ملفات تخزين كل تجارب المماثلة لكل معنى في ملف خاص. وبهذا المعنى فنجد ملفا للحنان وملفا للتسامح إلى آخره، والاستحقاق والفشل والنجاح والسعادة والصبر والالتزام إلى آخره من الملفات آخره من ملفات العقل. المهم أخوات نخليكم هنايا، غدا نكملو لكم إن شاء الله ملخص وكذا. المهم تشتركوا وبارطاجيو وخلوا لنا كومنتات زوينين، الله يعاونكم. السلام عليكم الخوت، اليوم نكمل لكم ان شاء الله الملخص ولا التحليل للكتاب. المهم الخوت غنبداو، توقفنا عند الصفحه 19 البارح. تقول لك ملفات العقل، فتتكون عند الانسان ملفات عقله بها الادراك والمعنى واللغه والقيم والاعتقادات والمبادئ، وكلها وكلما واجه الانسان في رحله حياته تجربه من التجارب فان المخ يتعرف عليها من ملفات الموجوده به فيخزن معلومات جديده في نفس المكان. لذلك لو شعر الإنسان مثلا بالخوف من شيء ما، يفتح له العقل ملفا للخوف من هذا الشيء، وكلما واجه الشخص هذا الخوف سواء بالتفكير فيه أو بوجوده أمامه، مباشرة تتصاعد أحاسيس ويتراكم الخوف في ملف الخوف. فإذا أراد الشخص التخلص من هذا الخوف وبدأ فعلا في العلاج بالتزام تام واستطاع التخلص منه، وهنا تأتي المفاجأة، إنه تخلص من ملف بأكمله لأنه من نفس النوع. لذلك نرى أن الشخص الذي يبحث عن العلاج من أي شيء، سواء كان ذلك الشيء قلقا أو توترا أو خوفا أو شعورا بالوحدة أو ضياع إلى آخره، إنه يخرج للعالم الخارجي ليجد الحل في شيء موجود عنده وهو في داخله، فيأخذ الأدوية الكيماوية التي قد تساعد في العلاج، ولكن لن يتغير هذا الحبوب، لن تغير هذه الحبوب أو أدوية الملفات المخزنة بعمق في العقل، في العقل الباطن. ذات يوم جاءت سيدة إلى عيادتي في مونتريال بكندا، وهي من أصل مكسيكي، وكانت محطمة تماما بسبب طلاقها من زوجها الذي أحبته وعاشت معه 10 سنوات، أنجبت خلالها 3 أطفال، وكانت حياتها مستقرة حتى لاحظت تغير مفاجئ على زوجها، فكان يعود للمنزل على ساعة متأخرة من الليل، وكان عصبي المزاج على غير عادته. اكتشف أنه على علاقة بفتاة كندية فرنسية، وواجهته بالموقف وطلبت الانفصال، وبعد 3 شهور وجدت نفسها منفصلة تعيش في وحدة وخوف وضياع تام، وقررت السفر مع أولادها إلى بلد المكسيك للتغيير وزيارة الأهل والأصدقاء، وفعلا سافرت لمدة 2 شهر. شعرت فيها ببعض التغيير، ولكن عند عودتها إلى مونتريال عادت إليها نفس الأحاسيس القديمة، وبدأت رحلة العلاج وزيارة المختصين في مجالات مختلفة، وكانت تشعر ببعض الراحة لفترة، ولكن عندما كانت تنفرد بنفسها كانت تبكي بشدة وتتفجر الأحاسيس السلبية من جديد، مما سبب لها الخوف من الوحدة. وفي عيادتي في مونتريال شرحت لها أن عندها ملفا خاصا بالحدث بأكمله، وصارت له تفرعات مع ملفات أخرى هي أيضا مفتوحة، ولكي يحدث التغيير الشامل فإنه يجب أن ينبع من الداخل. وبدأنا رحلة العلاج في الجلسة الأولى،
استخدمت أسلوب الاسترجاع بالأمر والعلاج، أدت الشابة وأحست بالراحة التامة لم تشعر بها من قبل. وفي الجلسة الثانية استخدمت أسلوب قطع الحبل اللاواعي، وهذا الأسلوب خاص بقطع الحبل الذي كان مربوطا مع زوجها حتى تتكرر طاقتها منه تماما تتحرر عفوا طاقتها منه تماما. وفي الجلسة الثالثة استخدمت العلاج بقوة الطاقة البشرية، وذلك لتنظيف مراكز الطاقة عندها واتزانها في مناطق السبعة للطاقة في الإنسان. وفي أقل من 10 أيام استطعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن أتخلص من هذه التجربة القاسية. والجلسة الأخيرة كانت في كيفية بناء مستقبل مشرق بمفردها مهما كانت التحديات. والآن بفضل الله عز وجل عادت إلى حياتها الطبيعية أقوى من أي وقت آخر في حياتها، وتحولت الملفات السلبية إلى ملفات إيجابية تدعمها وتقويها لما تحتويه من مهارات اكتسبها العقل من هذه التجربة. هذا مثال من الملفات العقل المخزنة بعمق في العقل الباطن، وأنه لكي يحدث أي تغيير متكامل يريده الإنسان يجب أن يبدأ من الداخل، وذلك بتغيير الملف الخاص به. وهنا نجد أن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلكي يكون التغيير متكاملا يجب أن يبدأ الإنسان به من الداخل. فمهما كانت المساعدات الخارجية قوية وفعالة فلن تساعدك إلا إذا ساعدت أنت نفسك، وذلك بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بالتغيير المعنى الإدراك الموجود في الملفات الداخلية. وهنا يكون التغيير شاملا، فعندما تغير إدراكك تغير معنى الأشياء بالنسبة لك، وتغير ملفات الداخلية، وتغير حياتك بإذن الله كما تريدها أن تكون. الفكر يصنع استراتيجيات عقلية. عندما أركز على أي شيء أشعر بصداع شديد. الفكر يصنع استراتيجيات عقلية. هل سمعت أحدا يقول: عندما أستيقظ من النوم في الصباح أشعر بإجهاد أو تكاسل شديد، ولكي أنشط يجب أن أشرب فنجانا من القهوة؟ أو شخص آخر يقول: لو شربت كوبا من الحليب الساخن أشعر بمغص. أو شخص آخر يقول: دائما في شهر يوليو أصاب بحساسية شديدة في الأنف والحلق تستمر معي طوال فصل الصيف. للأسف الشديد معظم الناس لا يعرفون أنهم باستخدامهم لهذه الكلمات والأساليب يكونون استراتيجيات عقلية سلبية بدون شعور. فتتكون هذه الاستراتيجيات وتتخزن بعمق في العقل الباطن، وتتسبب لهم بشعور بالأحاسيس السلبية. إن الاستراتيجية هي متتالية من الأفكار المحددة وتصورات داخلية وخارجية لتجارب معينة تؤدي إلى نتيجة محددة. فالشخص الذي يقول إنه مصاب بالصداع عندما يستيقظ في الصباح فهو يستخدم متتالية من الأفكار والتصورات الداخلية التي بدورها تسبب له الصداع. أتذكر في وقت كنت فيه في لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكنت أحاضر في فندق هيلتون لافايت عن فلسفة النجاح، وهناك اقترب مني رجل في العقد الخامس من عمره، وكان واضحا أنه مصاب بالإنفلونزا، وقال لي:
في كل سنة يا دكتور، وفي شهر أغسطس بالذات أصاب بالإنفلونزا. بالإنفلونزا حادة تستمر معي طوال شهر. فسألته: منذ متى وأنت مصاب بهذه الحالة؟ فقال: منذ أكثر من 10 سنوات. فسألته: هل كنت قبل ذلك الوقت في صحة جيدة؟ أجاب: نعم. فسألته: هل تتذكر كيف حدث لك ذلك؟ فقال: لا، ولكن عموما عندما أعرق بسبب الرطوبة العالية أصاب بالبرد الشديد، وبعدها مباشرة أصاب بالإنفلونزا. والآن دعنا نراجع معا ما قاله هذا الرجل. في كل سنة، هنا هو وضع الزمان مستمرا، في كل شهر أغسطس، هنا وضع تحديدا للوقت الذي يصاب فيه، وهذا التحديد مستمر في زمن ويحدث كل سنة. ثالثا، أصاب بالإنفلونزا. هنا هو حدد النوع المرض الذي يصاب به، فأصبح المرض مرتبطا بالشهر والزمن. رابعا، عندما تكون الرطوبة عالية أعرق وأصاب ببرد شديد، هنا هو حدد السبب والنتيجة. خامسا، بعدها مباشرة أصاب بالإنفلونزا، هنا وضع النتيجة النهائية والواقع الذي يعيش فيه سنويا. إنما استخدمه هذا الرجل ليس إلا عدة أفكار متتالية محددة مرتبطة بالزمان والمكان ومدعمة باعتقاد وتوقع، حتى أصبحت حقيقة وواقعا به وينتظره كل عام ونفس الوقت. هذه هي الاستراتيجية العقلية. في الواقع، إن كل حياتنا وتصرفاتنا ليست إلا استراتيجيات عقلية، ونعيش بها في أي مكان أو زمان. فعندنا استراتيجية للنوم نستخدمها لننام أو نستمر مستيقظين، واستراتيجية للتعامل مع الناس سواء كانوا أقارب أو زملاء أو غرباء عنا، واستراتيجية للأكل وتناول الطعام، فهناك من يأكل بسرعة وهناك من يأكل ببطء، وهناك من يأكل وهو فعلا جوعان، وآخر يأكل وهو غير جوعان، فهو يأكل لأنه جوعان شعوريا لكي يشعر بالسعادة والبهجة. والآن دعني أسألك: ما هي استراتيجياتك في النوم؟ ما هي استراتيجياتك في التعامل مع شخص تحبه، في التعامل مع شخص لا تحبه؟ ما هي استراتيجياتك في التعامل مع التحديات والمؤثرات الخارجية؟ وما هي استراتيجيتك الروحانية والصحية؟ كما ترى أن كل شيء في الحياة يتكون من استراتيجيات، تتكون من أفكار محددة ومتتالية تؤدي إلى نتيجة يستخدمها الإنسان في حياته. الفكر يؤثر على الذهن، مؤثر خارجي أو داخلي، إيجابي أو سلبي. العقل البشري يعمل بالاتجاهات، بمعنى أن أي فكرة تفكر فيها يأخذها العقل ويسير في اتجاهها، ويبحث في مخازن الذاكرة عن كل الملفات التي تساعدك وتدعمك في هذا الاتجاه، ويساعدك على النجاح فيه سواء كان ذلك إيجابيا أو سلبيا. فأي شيء تفكر فيه يصبح اتجاه للعقل، وسيفعل ما يستطيع لكي يساعدك على النجاح فيه. ومن المهم أن تعرف أن أي شيء تدركه وتفكر فيه يجعل الذهن منتبها لهذه المعلومة. في الحال فيقوم الفعل بفعل الآتي: أولا، الانتباه للمعلومة والفكرة والتعرف عليها. ثانيا، فتح ملف خاص
بهذه الفكرة من ملفات مخازن الذاكرة. ثالثا، تحليل هذه الفكرة ومقارنتها بأفكار أخرى مشابهة لها وموجودة في مخازن ملفات الذاكرة. رابعا، البحث في كل ملفات ذاكرتك عن معلومات التي تدعمك وتقوي رأيك. إلغاء أي معلومات أخرى لا تمثل الفكرة بصلة لكي يساعدك على التركيز على هذه الفكرة ولذلك لأن العقل البشري لا يستطيع التفكير إلا في فكرة واحدة في وقت معين. فلو فكرتك سلبية عن عملك أو زوجتك أو زوجك، فسيلغى العقل كل شيء آخر عن هذا الشخص أو شيء أو هذه المهنة لكي يستطيع الذهن التركيز على هذه المعلومة فقط، ثم يدعمها ويقويها من كل ملفات المشابهة للموجودة في مخازن الذاكرة. وهناك قصة طريفة وحقيقية حدثت في مونتريال، نشرت في الصحف على أنها خبر اجتماعي وأيضا فكاهي. في عيد من ميلاد زواجهم 25، قال مايكل لزوجته ساندرا: دعينا نحتفل بهذه المناسبة السعيدة بتناول العشاء في خارج اليوم. فردت عليه ساندرا: أنت دائما تنسى مواعيد ولا تهتم إلا بعملك، مهما كانت المناسبات وأنت دائما متأخر في مواعيدك. فرد مايكل قائلا: هذا كان في الماضي، ولكن هذه المناسبة أخرى ومهمة بالنسبة لي، وسأثبت لك ذلك عندما أعود من العمل الساعة 6 تماما. فقالت ساندرا: أنا مستعدة أصدقك، وسأذهب للكوافير وأكون جاهزة على الساعة 6 تماما. وبالفعل كان ساندرا لابسة أفضل فساتينها وانتظرت مايكل كما وعدها، ومر الوقت وكانت الساعة 6:10، وبدأت ساندرا بالتأثر بعض الشيء، وكأنها قالت في نفسها: من الممكن أن يكون التأخر بسبب خارج عن إرادته. ومرت نصف ساعة ولم يعد مايكل للمنزل، وأحاسي ساندرا تصاعد سلبيا. ومرت ساعة ولم يحضر مايكل، ثم ساعتان ولم يعد مايكل ولا حتى اتصل بها لكي يعتذر عن التأخر. وقررت ساندرا أن تلقنه درسا لا ينساه في حياته، فقامت بغلق جميع الأبواب من الداخل، قامت بتشغيل جهاز الإنذار، وأبلغت الشرطة أن هناك شخصا يحاول الاعتداء عليها، وأعطتهم العنوان بسرعة. حضرت الشرطة وانتظروا حتى جاء مايكل في 8:30. عندما حاول فتح الباب هجم عليه رجال الشرطة وقبضوا عليه، وهو في دهشة كادت أن تصيبه بسكتة قلبية، وأخذ يصيح: هذا بيتي وهنا تقيم زوجتي. وطلب من الرجال الشرطة أن يطرقوا الباب ويسألوا ساندرا لكي يتأكدوا من أن هناك سوء تفاهم. وبالفعل طرق رجال الشرطة الباب، فتحت ساندرا وهي هادئة تماما. وعندما رآها مايكل قال لها: ساندرا، هناك سوء تفاهم، قولي لرجال الشرطة أنه أنا. وكانت ساندرا صامتة تماما. فسألها رجال الشرطة: سيدتي، هل تعرفين هذا الرجل؟ فردت ساندرا بهدوء وقالت: لا، لم أراه في حياتي. ولم يصدق مايكل ما قالته زوجته، وكان في ذهول وكأنه يحلم بحلم مزعج، حتى بكى من الغضب والحزن. وهنا قال ساندرا لجار الشرطة: نعم، هذا الرجل هو مايكل زوجي، وهو لا يهتم بأي شيء إلا عمله، فلا يحترم مواعيد ودائما التأخر والشكوى. واليوم هو عيد زواجنا 25، وقد وعدني أن يكون في منزل لكي نحتفل بهذا اليوم في الساعة 6، وذهبت أنا للكوافير وتعبت ولبست أفضل فساتيني، ولكنه كعادته لم يعبئ بأي شيء.
ولم يحترمني وتأخر كعادتي، فقررت أن ألقنه درسا لا ينساه مدى الحياة. فضحك رجل الشرطة وتركوا مايكل، وطلبوا من ساندرا أن تدفع مبلغ $2000 غرامة على إزعاج السلطات. وهذا مثل بسيط عن قوة الفكر وكيف أنها تؤثر في ذهن الإنسان. فلو كانت فكرة تعبر عن الخوف، فسيكون كل التركيز الذهن في تخلص من هذا الخوف، وذلك بالهروب منه أو بمواجهته والقضاء عليه. ولو كانت الفكرة تعبر عن قلق، فسيركز الذهن عليه ويبحث عن تدئيم الفكرة، ويفتح العقل ملفات التي تساند الإنسان على تدئيم رأيه. وقد يكون ذلك سبب في زيادة حد القلق أو في البحث عن الحل. وتستطيع أن تقيس على ذلك في كل ركن من أركان الحياة. ففي ركن الروحاني، ولو كانت فكرة في قيام ليل الصلاة والصلاة الفجر في أوقاتها، ستجد أن الذهن يركز على ذلك ويفتح كل الملفات التي تساعدك على تحقيق هذا الهدف. وأيضا في التركيز الصحي، ولو كانت الفكرة ملحة في تحسين الصحة والوصول إلى وزن مناسب وربطها بالسعادة، ستجد أن التركيز الذهن ينشط ويفتح كل الملفات الخاصة بتحسين الصحة والوصول إلى وزن مناسب. ومع الفعل والإصرار والصبر، يصل الشخص بإذن الله إلى تحقيق هدفه. ومن ناحية أخرى، لو كان الطالب يفكر في الخوف من الامتحانات واحتمال الرسوب، سيساعده الدين على البعد عن هذا المصدر الذي سيعتبره العقل خطرا على حياتي، وبذلك يزيد قلق وتوتر الشخص، وتتصعد الأحاسيس السلبية لدرجة أن بعض الشباب لا يدخل الامتحان من شدة الخوف. والآن دعنا نستمر في رحلتنا في قوة التفكير الإيجابي، لنكتشف معا أسرار قوة الفكر وكيف أنها تؤثر على الجسد. الفكر يؤثر على الجسد، العقل والجسد يؤثر كل منهما على الآخر. هكذا بدأ الدكتور هربرت سبنسر محاضرته في كلية الطب بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. ولكي يثبت هذا المبدأ، طلب من أحد الطلبة أن يقف أمام الجميع ويتنفس بعمق ثم يغمض عينيه، وفعل الطالب. ثم بدأ الدكتور سبنسر يتكلم بصوت هادئ وبطيء ويعطي تأكيدات للطلاب قائلا: تخيل أن معك في يدك اليسرى ليمونة، وأن في يدك اليمنى سكينة حادة، وأن أمامك طاولة. وهز الطالب رأسه مؤكدا أنه فعل ذلك في داخله، وأنه
وضع في يده سكينة وفي اليسرى ليمونة، ثم طلب من الدكتور سبنسر أن يتخيل أنه يضع الليمونة على الطاولة ويمسكها بيده اليسرى واليمنى يمسك السكين ويقطع الليمونة نصفين، وفعل الطالب وأكد ذلك بهزة من رأسه، ثم طلب منه الدكتور سبنسر أن يترك السكين على الطاولة ويأخذ نصف الليمونة المقطوعة ويقربها من فمه ويشم رائحتها الحمضية وهو يقول له: الآن قرب الليمونة من أنفك وشم بعمق الليمونة واشعر برائحتها الحمضية في جسمك، وقربها من فمك وضعها في فمك وأقدمها بأسنانك واشعر بطعمها الحمضي اللاذغ المر في فمك، وعصيرها يتساقط من فمك وينزل على شفتيك السفلى، والعصير يدخل في حلقك ويجعلك تشعر وكأنك ستتقيأ. واستمر الدكتور سبنسر في تأكيدات وإلحاءات التي جعلت جسم الطالب يقشعر وتعبيرات وجهه جامدة ومشمئزة حتى تقيأ فعلا. وهنا طلب من الدكتور سبنسر أن يفتح عينيه وأن يأخذ نفسا عميقا ليخرج من حالته، ثم سأله: ما حدث له؟ فرد الطالب: كل كلمة كنت تقولها كنت أفكر فيها وأشعر بها بشدة في جسدي، وكأن الموقف حقيقي فعلا. وضحك الطالب وضحك الدكتور وباقي الطلبة، ثم شكر الدكتور الطالب ونظر إلى الجميع وكرر نفس الجملة التي بدأ بها المحاضرة: العقل والجسد يؤثر كل منهما على الآخر، فما تفكر فيه وتقوله لنفسك يأخذه المخ ويفتح الملف الخاص به، بما في ذلك تحركات الجسم وتعبيرات الوجه الخاصة بهذا الملف، فيشعر الإنسان بجسده يتأثر بسبب الفكرة. وهناك بحث يقول إنه في خلال الحرب العالمية الثانية أراد هتلر أن يعاقب 3 من الجنود لأنهم لم ينفذوا أوامره كما ينبغي، فطلب من المختصين أن يستخدموا معهم عقابا نفسيا لا ينسونه أبدا. فوضعوا كل شخص بمفرده في غرفة صغيرة جدا وتركوا المياه تتساقط قطرة قطرة وببطء شديد، فأخبروا كل واحد منهم على حدة أنه تنفس صنفا من أصناف الغازات السامة وأنه لم يبقى على قيد الحياة أكثر من 6 ساعات، ثم أغلقوا الأبواب عليهم وتركوهم على هذه الحالة بمفردهم لمدة 3 ساعات. بعدها فتحوا الأبواب على كل منهم، فكانت لهم مفاجأة كبرى، وهي أن 2 من الجنود 3 ماتوا فعلا، وأن الجندي الثالث كان في حالة خطيرة جدا وعلى وشك الموت. وكتب المختصون في أبحاثهم أن الجنود 3 أخذوا معلومات باعتقاد تام أنهم تنفسوا فعلا ساما، فكان التركيز كله على ذلك، فأرسل المخ ملفات خاصة بذلك إلى الجسم والأعضاء الداخلية، فزادت ضربات القلب وزادت حدة التنفس وزاد ضغط الدم وتسبب العرق على جبين الشخص، وبدأت جسمه يرتعش بشدة والفكرة ملحة به هي الموت، فتذهب إلى الجسم فتزيد من تشنجات جسمانية الداخلية والخارجية، فتعود الرسالة إلى المخ فتزداد الفكرة قوة، وتستمر هذه الدورة التي تسببت في حالة التي وصل إليها الجنود. وكانت نتيجة هذا العمل رغم قسوته نقده من الأوساط العلمية أن العقل والجسد يؤثر كل منهما على الآخر. ننتهي من هنا أصدقائي إلى فيديو قادم إن شاء الله لنكمل هذا التحليل وهذه القراءة، ونشكركم أصدقائي على المتابعة وندعوكم إلى الاشتراك و جيم ومشاركة مع الأصدقاء ديالكم،
وبغيناكم اخوت اللي عنده شي انتقاد يخلينا في كومونتير، واللي عنده شي فكرة ولا شي حاجة خلينا في كومونتير. شكرا لكم بزاف والله يعاونكم.